مشينا الفروسية، كنا راجعين البيت وماما فاتت اللفة اللي بنرجع بيها البيت وضيعنا لنص ساعة. مرة طلعت بالليل كنت ماشية الدكان وما قدرت أقول لها، فكل ما تضرب لي بتقول لي أنت وين؟ بقول لها أنا في السطوة، فقامت قعدت في الحوش. ثاني جاي بيسحب من برا وداخلة من الدكان، نقومي في وشي حفلة حفلة عملوا لي حفلة. أنا كنت في السعودية أول وغبت لمدة يعني يمكن 3 سنة، وكان عرس اختي وانا ما كلمت امي، قلت لهم احنا جايين السودان ولا شيء. يلا قمت دخلت عليهم فجاه، يعني من الموقف ده امي بقت يعني تضحك وتبكي وتسلم علي كده، وانا مصدق نفسها. يعني ده احلى موقف انا ما بنساه، وان شاء الله ربنا يخلي الوعد ده. فطور الصباح نحب نحضر التلفزيون نتونس، يعني نتونس كثير. الطبيخ، امي علمتني يعني حاجات الكثير، أشياء التلفون، بحضنه، حبكي له، أقول له معلش. زمان ما كنت بعمل الحياة، بخلي الحياة تمشي، لكن هسه بعتذر يعني. صراحة يعني بتحب الدجاج. أنا لو يعني عايزة يعني أراضيه هنا بمشي وأعمل لهم كبسة كده ظابطة في الدجاج، وبجيبها وأخدها عليها ما شاء الله. بعد كده تاني خلاص. أنا بعرفها إذا عزيلك مني عرفتها، بجي ببوس راسه بتكلم معه اول شيء، بعرفها طبعا. اول كلمه بتجي انه هي قويه شديد، انها طيبه، انه هي زوله كويسه، هي كل الحياه، كل شيء. قالت لي لو ما قريت ما حتنجح، يعني بتعلمني انه انا اكون مبسوطه، يعني اتاقلم مع اي وضع اكون مبسوطه. بتقول لنا يعني كونوا روحكم انتوا كنداكات، دايما خليكم بنات كويسات. موقف صعب تذكرت لما بابا يتوفى، بس يعني والله ده كان يعني قبل كم سنة، أو يعني سنة كده بالضبط. يعني الوالد تعب ومشيت البيت أنا عندهم، ويعني أنا ما قدرت أشوفه وهو عيان، عرفت كيف؟ يلا أمي شجعتني لحد أدخل عنده وتكلمت معاه، يعني هي شجعتني ولحد هسه أنا مبسوطة الحمد لله. يعني آخر يوم أنا شفته فيه هي كانت السبب. ممكن نزح الدموع دي أول؟ أقول لها شكراً أمي الحبيبة، إن شاء الله ربنا يخليك لينا ويخليك لي جناية إن شاء الله، وتكوني لي ذخر وربنا ما يحرمني منك. آه بحب أقول لها يعني ما شاء الله ما قصرت، يعني ربتني أحسن تربية، الله وبشكر فضلها على الحاجة دي، وربنا يطول في عمرها إن شاء الله، يديها الصحة والعافية. شكرا لأنك تخليني أعمل أي حاجة أنا عايزاها، ودايما هي معي، يعني ما قاعدة تقول لي لا في حاجة، عندها صورة أنا مصوراها عاملة كده قاعدة أحبها شديد. بحبك. بحبك شديد. بنحبك يا ماما.